يقول: عندما يسألني مديري عن الموظفين الذين يعملون تحت رئاستي في دائرتي، نعم، وعندما يسألني مديري عن الموظفين الذين يعملون تحت رئاستي في دائرتي ويطلب مني تقييم هؤلاء الموظفين، هل يعتبر كلامي عنهم من الغيبة المشروعة؟ هذا من النصيحة وليس من الغيبة. إذا كان موكول إليك تقويم الموظفين الذين يشتغلون معك، هذا من النصيحة وليس هو من الغيبة. نعم.